خلينا الآن نشوف الـ variables والـ constants. فنقول var const dot c, وخلينا نعمل برنامج بسيط. فنقول أول شيء include stdio.h. طيب أول شيء شفنا إحنا ال define directive و define بيعمل constant global constant 3.14159. اوكي فهذه واحدة من الطرق انك تعمل macro global constant variable constant directive. وممكن برضو تستخدم الديفاين لعمل ماكرو ل expression. فمثلا define خلينا نقول sum مثلا xy حيكون عبارة عن x plus y sum. برضو ممكن نسوي define multi line مثلا مقارنة, خلينا نقارن less برضو xy. فنقول إذا كان ال x وال y, إذا كان ال x أقل من ال y فنعمل, عشان أعمل سطر جديد أضع backslash وأقول printf وأقول ال is less than الرقم الثاني xy, فحيصير ال x أقل من ال y. طبعا هذا الكلام هأنسخه وأقول else. نشوف نسيت هنا, أقول إيش أوكي, ولكن هنا حيصير بدل less حيصير greater than, فهذه لما نبدلها greater than. اوكي فصار عندي هنا سينجل لاين وهنا مالتي لاين ماكرو كلها كونستنت. ممكن كمان اعرف الكونستنت عن طريق الكيورد كونست, فممكن اعمل جلوبال برضو. خلينا نعمل جلوبال كونست. عرفنا الباي, ممكن نعرف الجرافيتي, فممكن اقول كونست فلوت g equal 9.8 مثلا. ايش ممكن اسوي كمان, ممكن اقول const int x تساوي 5 سيمي كولون, نسينا سيمي كولون. وبعدين اعمل المين فانكشن main int argc char argv return 0. طيب الان خلينا نشوف ايش اللي نبغى نسويه. نقول اول شيء printf
باي ايكوال 5.5 فلور نيو لاين، وهذه باي. طيب اللي بعده برينت اف، نطبع السم، فاقول سم ايكوال انتجر، لا قبلها نيو لاين، وهنا حاقول سم 2 و3. فلاحظ اللي حيصير انه ال ديفاين او الماكرو حيشتغل وحيعمل سبستيتيوت لهذه القيمة بالارقام اللي انا وضعتها، اوكي، اللي هي 2 و3، وبعدين يحسبها 2 زائد 3 ويرجع القيمة هنا 5، فتصير سم تساوي 5. اوكي، عندنا ايش كمان؟ لس، راح اقول لس، نقول ايش 7 و2، فيفترض انه يعطيني 7 و2، حيبدلها بهذه، اذا كانت 7 اقل من 2 حيطبع هذا، else حيطبع هذا، فمتوقع انه يطبع 7 is greater than 2، هذا المتوقع. طيب وبعدين ايش كمان ممكن اعمل؟ function اقول my func، طبعا الفانكشن انا هعملها، اعمل لها declaration هنا، اقول void my func، واجي اعمل الديفينيشن void my func وهنا اقول printf واقول x تساوي الرقم الانتجر، وهنا هياخد قيمة الاكس. اوكي، واجي هنا واقول له انت اكس تساوي 10. اوكي، طيب ايش المتوقع الان؟ المتوقع انه حيطبع في البداية قيمة الباي 3 و14، او يطبع الخمسة ارقام هذه 14 15 9، بعدين يطبع السم، اوكي، وبعدين يطبع هنا المقارنة، نسينا نيو لاين، حيطبع المقارنة، بعدين يعرف ويجي ماي فانك، ماي فانك حيكون طباعة الاكس، صح نسينا الجي، خلينا نعمل الجي قبل المقارنة، نقول هنا برينت اف، برينت اف 0.1، لا بوينت ون جي اف، وهنا جي، فحيطبع الجرافيتي، بعدين الفانكشن حيعرف 10، الاكس ب10، وحيطبع ماي فانكشن. المتوقع الان هنا انه الطباعة الاكس، قيمة الاكس هذه
قيمة ال x هذه هتكون 5. ليش هتكون 5؟ لأنه السكوب حق الفانكشن، لو تلاحظ السكوب حق الفانكشن هذا ما في معرف الاكس، فهو يرجع لفين؟ للي قبله، اللي قبله اللي هو الجلوبال. فالجلوبال الاكس فيها بخمسة، والاكس هذه بعشرة موجودة في اللوكال، اللوكال حق المين. اوكي، هذا هو لوكال المين. فالاكس تساوي 10 في المين فقط، بينما الفانكشن الكل الفانكشن السكوب حق الفانكشن ما في الا الاكس تساوي 5، فحيطبع الاكس ب5. اذا الباي حيطبع قيمتها، السم حيطبع 5، حيطبع المقارنة 7 اكبر، حيطبع الجرافيتي 9.8، وحيطبع الاكس تساوي 5. تعال نشوف الكلام هذا. ايش بيقول؟ في عنده جي something not structure union. سطر 15. اوكي، كوما هنا وليس دوت. replace comma. طيب الآن نعمل compile gcc var const والoutput const. الآن نشغل البرنامج. لاحظ طبع الباي صحيحة 3 و14، السم 2 زائد 3 تطلع 5 صحيح، مقارنة السبعة 7 is greater than 2 صحيح، المالتي لاين ماكرو شغال، الجي طبعها 9.8 صحيح، والاكس لاحظ 5. ليش؟ لانه السكوب حق الفاريبل او حق الكونستنت في الفانكشن ما في اكس معرفة غير الجلوبال فاريبل. اوكي، فنرجع تاني مرة عشان نشوف الكود. لاحظ هذا global constant، و هذا برضو global constant، هذا variable. ولاحظ في الغالب ال variable ممكن نعرفها capital أو small، ال constant نفس الكلام، في الغالب ال constant نعرفها capital. في predefined constant كمان، الجدير بالذكر إننا نقول في predefined constant. خلينا نطبع أول شيء، أبغى أعدل حاجة هنا، أقول قيمة الجي تساوي، وبعدين أبغى أطبع بعد الفانكشن هنا أبغى أطبع predefined constant. في predefined constant printf. ال predefined constant هذه من أمثلتها line، مثلا current line، لاحظ current line هذا 18. الآن حنطبع قيمة 18 هذه عن طريق ال predefined constant اللي هي integer، وأقول له double underscore line، فهذه تطبع ال current line اللي موجود في هذا ال constant. كمان موجود الفايل، فممكن اقول فايل نيم، واقول هذا الفايل نيم فايل. ولاحظ البريديفايند كونستنت الاسم حقها مبدوء ب underscore، لذلك لما تيجي تعرف اسماء المتغيرات او الكونستنت في برنامجك حاول انك تتجنب الاندرسكور في بداية
الاسم، فالاسم دائما يبدأ ب capital أو small letter. حاول إنك ما يقبل تسمية ال variables وال constant بأرقام، فالأرقام مش ممكن تكون أول حرف أو أول الاسم. ممكن إذا كان الاسم متكون من أكثر من مقطع زي مثلا my funk، ممكن أضع underscore بين الكلمتين. فخلينا نشوف الآن هذه ال predefined constants. اوكي نعمل لها كومبايل ونشغلها. لاحظ ال current line 18 صحيح، واسم الفايل varconst.c. اوكي طبعا هذه ال predefined constant بتفيد في ايش؟ تفيد في ال debugging، بحيث انه اذا كان في خطأ في الكود ممكن تعمل debug، بتظهر اللاين لل function، بتظهر اسم الفايل اللي حصل فيه ال الخطأ.